مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في فقرة جديدة من فقراتكم اللي تتكلم من روائع الإنجيل. وموضوع هذه الحلقة حيكون طلب واحد رجال من المسيح يوم إن قال له قل لأخي أنه يقاسمني الميراث. تعالوا نسمع هذه الآيات المباركة من إنجيل الرب. وقال له واحد من الجمع يا معلم قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له يا إنسان من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما؟ فقال لهم انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قائلا إنسان غني أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. وقال عمل هذا أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وقول لنفسي يا نفس لك خيرات كثيرة موضوع لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال الله له يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن تكون؟ هكذا الذي يكنس لنفسه وليس هو غنيا لله. هذه الآيات من لوقا 12:13-31. أحبتي المشاهدين، في إنجيل لوقا الإصحاح 12 كان المسيح ينصح الجميع ويشجعهم على الاتكال على الله حسب سياق الحديث، فقد ذكر أن الله يهتم بطعام العصافير حسب الآية 6، ويقول للمؤمنين أنهم هم أحسن من العصافير وشعر رأسهم معدود عند الله حسب الآية 7، ويشجعهم على الاعتراف بالله قدام الناس من خلال شهاداتهم واختباراتهم عن عمل الله في حياتهم حسب الآية 8، وكان بعد بالتلفزيون زي ما نحن نسوي الآن، وما يخافون من حد. وهم بعد المسيح في نهاية الإصحاح أكد على هذا التعليم وقال للمؤمنين تأملوا الزنابق وكيف أنه ربنا بيعتني بها حسب الآية 27، كمان قال لا تطلبوا الأكل والشرب، ربنا بيعطيكم هذه كلها، لكن المهم أنه تطلبوا ملكوت الله وبره، آية 29 و30 و31. لكن نلاقي في منتصف الإصحاح والمسيح يتكلم عن نصائح لتشديد الإيمان، يجيك واحد الرجال ويقول خلي خوي يشاركني بالميراث. إيش قصة هذا الرجال؟ المسيح يتكلم عن الإيمان والثقة بالله وأنت تطلب القروش عشان تحسب فيها أمان للمستقبل؟ شيء عجيب. لكن المسيح المحب الحنون جاوب هذا الرجال الجواب الصحيح علشان يصحح طريقة تفكيره ويوجه نظره للإيمان بالمسيح. قال له ومن قال لك إني أنا قاضي؟ أطلب ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. وبعدين جاب له هذا المثل حق الغني اللي اعتمد على فلوسه، وبعد ما جهز مخازن وأمن مستقبله لسنين كثيرة يقول له ربنا اليوم نطلب نفسك منك، يعني اليوم بتموت. حنا للأسف لما نشوف واحد غني نقول عنه ذكي وما يهمنا من وين جاب قروشه، لكن ربنا له منظور مختلف. المال بحد ذاته بركة من الرب لو استخدم في أعمال الخير والعكس صحيح. طبعا العمل والتجارة أشياء مباحة وطيبة وربنا يبيك تكون سعيد ومكتفي بحياتك، لكن مهم جدا أنه يكون ربنا هو مركز حياتك ورقم واحد. أحبتي في المسيح، عندي اختبار بشارك كل يوم معكم. يوسف لما باعوا أخوته لمصر ما كان بالتأكيد يبي ينباع ويصير عبد، لكن كلنا نعرف قصته وكيف انتهى الأمر بأنه أصبح أهم رجال في مصر، وكيف ربنا استخدمه لخلاص شعبه وأخوته اللي باعوه. هم بعد أنا ما كنت أحب أكون لاجئ، ولكني صرت لاجئ لفترة من حياتي، وهذا مثل يوسف في السجن بالنسبة لي. يوسف أخوته باعوه بقروش، وأنا أخوته حرموني من ميراث أبوي بحجة أن الشريعة الإسلامية تحرمني من الميراث لأني مرتد بنظرهم، ولكني بنظر المسيح متقدم. لما صارت المجاعة عند أخوة يوسف الوحيد اللي أنقذ حياتهم هو الله من خلال أخوهم يوسف اللي باعوه. وهم بعد بعض من أقاربي لما مرضوا كان مصدر علاجهم الوحيد بعد ما فقدوا الأمل في العلاج في السعودية هو من قبل الرب، والرب استخدمني من أجل علاجهم بعد ما فقدوا الأمل. ولكن نشكر الرب، الأمل دوما يتجدد بالمسيح يسوع، هللويا.
ولو لم أهاجر إلى البلد اللي أنا مقيم فيها الآن أكيد كنت مش هعرف أساعد أقاربي هدول. ولكن لسان حالي يقول لأقاربي مثل ما قال يوسف لأخوته: لا تتأسفوا ولا تختاظوا لأنكم بعتوني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. قد أرسلني الله ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. والآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا، بل الله. الرب يبارك الجميع. آمين.